بسم الله الرحمن الرحيم. الأول أنا سعيد بوجودي هنا وسعيد بالاجتماع دوت، لأن اجتماع جديد بالنسبة لنا كمصري، يعني كطارق مصطفى ما حصلش قبل كده أن الجامعة تقول أن في اجتماع للمدربين وللحكام ولرؤساء الأندية، فدي حاجة أنا بشكرهم عليها جدا لتقارب الأفكار. يعني أتمنى أنه اجتماع يكون مثمر، اجتماع يكون في فايدة للكرة المغربية، وبتمنى التوفيق بقى في لكل المنظومة يعني في كرة القدم. اكيد يعني احنا التحكيم في العالم كله لازم بيبقى في وارد، بيبقى في اخطاء، بيبقى ليك وعليك، ولكن احنا مش احنا اللي بنقول، مش احنا اللي بنتكلم عن التحكيم. احنا في محللين وفي ناس نقاد وفي ناس موجودين شايفين، ولكن عندنا في مصر في التحكيم برضو مشاكل، في كل حته في مشاكل. احنا نامل من ربنا سبحانه وتعالى ان الامور تمشي، يبقى فيها نوع من انا بالنسبه لي نوع من العدل، بس هو ده اللي انا بحاول ان انا اوصله من خلال رسالتي او من خلال اللي انا شايفه. ولكن التحكيم ناس كلها مميزه وناس كلها محترمه وناس كلها عندها ثقة، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الفترة الجاية.